الخبر اللي جاي مهم خاص بالصناعة. مشروع إعادة توطين إنتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد بيحقق نجاح ملموس والتوسع فيه بشكل كبير جدا في محافظة الوادي الجديد، وده منذ انطلاق هذا المشروع بدعم مباشر من قبل القيادة السياسية ضمن خطة توطين صناعة الحرير وتدريب الأيدي العاملة على إنتاج الحرير علشان التخلي بقى عن استيراده، خاصة أنه بيوفر فرص عمل عديدة ومصدر دخل مميز. عشان أكيد طبعا نتعرف منا على تفاصيل أكتر هنعمل أكيد إيه؟ محتاجين نعرف التفاصيل من الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد. يا دكتور مجد صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ رجاء، أستاذ منى، كل سنة حضراتكم طيبين. طبعا بالنسبة لتوطين الحرير في محافظة الوادي الجديد، طبعا الدولة المصرية وجهت فكر جديد في توطين الحرير في ثلاث محافظات رئيسية، هي محافظة هنا وسوهاج والوادي الجديد، وكان في خطة طموحة عملتها وزارة الزراعة معهد بحوث وقاية النبات قسم بحوث الحرير على أساس إن يوطنوا هذه الصناعة في الثلاث محافظات. وطبعا وزاره التنميه ازاي 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 يا فندم، يعني حصل ايه؟ البنيه التحتيه اشتغلتوا عليها ازاي؟ ايه التطور اللي حصل علشان يحصل فعلا توطين لانتاج الحرير؟ اول حاجه عشان نبدا نوطن الحرير لابد ان احنا نزرع اشجار التوت، وطبعا الاصناف او الانواع اللي هي بتجود في محافظات الوادي الجديد. اهم حاجه ان احنا هتكلم عن الوادي الجديد، ان احنا عندنا خصصنا حوالي 3000 فدان. طبعا كان في تيسيرات كتيره عملتها محافظه الوادي الجديد. سياده المحافظ ادى مساحات ال 3000 فدان بسعر رمزي، كان حوالي قيمه ايجاريه للفدان حوالي 500 جنيه سنويا. طبعا اتعمل حوالي المستثمرين وعملوا حوالي 17 مشروع على 3000 فدان. بدأنا نزرع مساحات تخطط حوالي 350 فدان، بالإضافة ان احنا كمان بنزرع التوت في الصوب على اساس ان احنا يبقى عندنا طول السنة الاوراق التوت عظيم. موجودة على اساس تبقى جاهزة، لان احنا بنعمل ثلاث دورات في السنة، دورة في مارس ودورة في يونيو ودورة في سبتمبر. طبعا المستثمرين كانوا موجودين معانا، ايضا سيادة المحافظ السيد الدكتور محمد سلمان زمرلوط ايضا وطن هذه الصناعة ايضا في التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية. هنتكلم عن ده بالتفاصيل، ولكن 3000 فدان حضرتك قلت لي تم تأجيرهم ب 500 جنيه ايجار رمزي. مظبوط؟ ايوه ده عظيم جدا. دكتور حضرتك بتتكلم برضه على 3000 فدان تم زراعه لغايه دلوقتي 350 فدان من قبل المستثمرين. السؤال هنا لو احنا هنسوق هذا المشروع للمستثمرين هنقول لهم ايه؟ يعني ايه اللي يخلي المستثمر انا دلوقتي معايا فلوس ومش عارف هل هذا المشروع مربح مش مربح، الار او اي لمده قد ايه، العائد على الاستثمار لمده قد ايه، كام؟ كل الكلام ده متاح فين؟ اولا في طلب كبير على الحرير المصري في حضرتك بالنسبه لوقتي. طلب حضرتك تقصد طلب عالمي؟ طلب يعني الشرائح الحرير وخيوط الحرير مطلوبه من الحرير المصري، مطلوب جدا 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 في السوق العالمي. فحاليا المشاريع اللي تم ان احنا طبعا تربيه الحرير دي بتؤدي الى شرانق دي بتعمل لها على مكن حل الحرير ويبدا يتحول لخيوط، والخيوط دي بتتصدر لطبعا سواء خام او مشغولات يدويه. طيب الدعم اللي اتقدم من قبل المؤسسات التعليميه للراغبين انهم يستفيدوا من المبادره دي، مبادره اعاده توطين انتاج الحرير، هل في تنسيق ما بين المؤسسات التعليميه؟ هل في زي دورات تدريبيه للمزارعين بحيث انهم يقدروا اللي ما كانش بيزرع توت قبل كده يعرف يزرع توت ازاي ونقدر نعظم الفائده من الاستفاده من المبادره دي؟ هو حضرتك بالنسبه للدورات التدريبيه بتقوم بيها
وزارة الزراعة المتمثلة في قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النبات، وإحنا طول السنة في دورات تدريبية في متابعة للمشاريع اللي تم تشغيل فيها معامل الحرير. دائما وأبدا المحافظة ومديرية الزراعة بتتابع هذه الدورات. طبعا التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية سواء في الخارجة ومركز الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة، أيضا في حاليا دلوقتي تدريبات على طلاب الثانوية الزراعية، أنشئ فصل في كل مدرسة ثانوية زراعية للحرير في أولى وثانية وثالثة ثانوي. دايما التدريبات على طول مستمرة، الخبراء الحرير مركز البحوث الزراعية متواجدين أسبوعيا، بيتبادلوا يعني كل أسبوع بيجي اثنين من الباحثين على أساس متابعة عمليات التدريب. عظيم، كل الشكر ليك الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، شكرا جزيلا ليك.